قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام أنه بعد أن نجاه الرب عز وجل واصطلح مع إخوانه، جاء بهم الأحد عشر أخ مع أبيه يعقوب عليه السلام، جاء بهم من فلسطين، من بادية فلسطين إلى مصر، وعاش معهم في مصر، وظل سنوات طويلة ودهورا عديدة يعيش أبناء يعقوب في هذه البلاد. ويعقوب عليه السلام يسمى إسرائيل، وأبناؤه يسمون بنو إسرائيل. عاشوا في مصر ولم يكونوا من أهلها، ظلوا دهورا طويلة، وكانوا عزيزين في مصر بسبب أن يوسف عليه السلام حكم في مصر، فصار إخوانه عزيزون في مصر. وكان أهل مصر الأصليون القبط، وما جاء بعدهم ممن سموا بالفراعنة صارت بينهم حروب وبين بني إسرائيل، فإنهم قد حسدوا بني إسرائيل وهم الاثنى عشر ابنا ليعقوب عليه السلام وما جاء من ذرياتهم، حسدهم القبط، وإذا بهم تصير بينهم وبين بني إسرائيل حروب ومعارك. وظلت هذه المعارك حتى غلب الفراعنة على بني إسرائيل. ماذا فعلوا بهم؟ فإذا بهم يقتلونهم ويسفكون دماءهم. وكل حاكم في مصر في ذلك الزمان كان يسمى فرعون، كما أن كل حاكم في الحبشة يسمى النجاشي، وكل حاكم في الفرس يسمى كسرى، وكل حاكم للروم يسمى قيصر. هذا لقب على كل أو لكل حاكم. وفعلا هذا الذي حصل، الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل، أبناء من؟ أبناء يعقوب عليه السلام الذين جعل الله عز وجل فيهم النبوة. الفراعنة تستعبدهم، حتى جاء فرعون شديد الظلم، شديد القهر، شديد البطش، سماه الله عز وجل بالقرآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كان فرعون يستضعف بني إسرائيل فجعل منهم عبيدا وجعل منهم خدما وجعل منهم مستضعفين في الأرض يذلهم. فرعون هذا في ليلة من الليالي في ظل استعباد بني إسرائيل رأى في منامه رؤيا أفزعته هذه الرؤيا، استيقظ من نومه فزعا. ماذا رأى فرعون في منامه؟ رأى في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار عظيمة تخرج من بيت المقدس. تأتي إلى أين؟ تأتي هذه النار إلى مصر. تخيلوا هذه الرؤيا، الرؤيا مخيفة، الرؤيا مفزعة، وكان يراها كما يرى فلق الصبح. نارا تخرج من بيت المقدس وتأتي هذه النار وتزحف حتى تصل إلى مصر، فإذا وصلت إلى مصر أحرقت كل بيوت الفراعنة والقبط، وتركت الإسرائيليين بنو إسرائيل على حالهم. النار أهلكت من؟ قوم فرعون، أهل فرعون القبط، لكنها لم تمس الإسرائيليين بسوء. فقام من نومه فزعا، ثم ذهب إلى الكهان إلى العرافين وجمعهم في مجلسه،
وقص عليهم الرؤيا التي أفزعت من؟ رؤيا تفزع هذا الرجل الظالم الذي يبطش بالناس، بل الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، رجل يقول للناس أنا ربكم الأعلى وتفزعه رؤيا. سبحان الله، ما الذي يفزع هذا الرجل الضعيف الذي زعم أنه ربهم، الذي كان يقول لأهل مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول لهم أليس لي ملك مصر، وكان يدعي الربوبية، ما ادعاها أحد قبله. فرعون أفزعته الرؤيا، فجمع الكهان والعرافين والسحرة ومفسري الرؤى، جمعهم في مكان واحد وقص عليهم الرؤيا، فأجمعوا على أن هناك صبي سيولد من بني إسرائيل، سيولد غلام. وهذا الغلام ما معنى بني إسرائيل وليش يعني بني إسرائيل؟ لأنه رأى النار من بيت المقدس، فعلم الكهان أنه خارج من بيت المقدس، أي من بني إسرائيل من فلسطين. وهذا الغلام الذي خرج من فلسطين وخرج من بني إسرائيل وخرج من صلب يعقوب عليه السلام، هذا الغلام سيكون هلاكك يا فرعون على يديه، سيكون هلاكك يا فرعون على يدي هذا الغلام. ماذا أفعل؟ غلام سيهلكني. ليس هذا فقط، بل هذا الغلام سوف يتنعم بنعيمك يا فرعون، وسوف يتربى بعزك يا فرعون، ثم يكون هلاكك على يديه. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ جمع المستشارين، جمع الوزراء، جمع الحاشية، يسألهم ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ فإذا به يصل إلى قرار. ما هو القرار؟ قال أقتل كل أطفال بني إسرائيل، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، سوف أذبحهم. وفعلا أرسل جنوده في الأرض، كلما رأوا غلاما من بني إسرائيل ذبحوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ترك النساء وذبح الأولاد، فجاءه وزراؤه قالوا له يا فرعون إن ذبحت كل الأولاد من يخدمنا؟ من نستعبد؟ من نستخدم؟ سوف يفنى بنو إسرائيل. فتوصل لقرار يذبحهم سنة ويتركهم سنة. فكان في السنة التي يترك فيها الأطفال ولد غلام اسمه هارون سيكون نبيا، وفي السنة التي يقتل فيها الأطفال حملت أم موسى بموسى عليه السلام، وسوف تلده في تلك السنة التي يذبح فرعون فيها الغلمان من بني إسرائيل. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. أم موسى لما ولدت موسى عليه السلام وخافت أن يأتي إليه جنود فرعون فيقتلوه، أوحى الله عز وجل إليها إلى أم موسى أن اصنعي صندوقا صغيرا من خشب وضعي فيه هذا الغلام الرضيع، فإذا خفت عليه فادفعيه في اليم، قيل هو نهر النيل، ادفعيه في هذا الماء وتوكلي على الله عز وجل. وإذا بأم موسى تضع الغلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، هذا الغلام في هذا الصندوق في الماء الذي يجري سيرجع إليك يوم من الأيام، بل سيكون رسولا من الرسل. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يجري الغلام في هذا الماء بأمر الله عز وجل، فإذا به يصل إلى أي مكان الماء يجري، والطفل في هذا الصندوق الخشبي الصغير إلى أين سيذهب؟ بأمر الله عز وجل وصل إلى قصر فرعون بنفسه، وجده من؟ الجواري. أخذنا هذا الصندوق وفتحناه ووجدنا فيه غلاما صغيرا رضيعا، أخذناه إلى قصر فرعون. علم فرعون أنه من بني إسرائيل، قال اقتلوه. فتدخلت من؟ زوجة فرعون، وكانت طيبة القلب
وإذا بها تقول له لا تقتلوه. قال لها فرعون ولم لا نقتله؟ قالت قرة عين لي ولك. قال لا بل لك أنت فقط. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يعلم فرعون وجنوده من الذي أرسل إليهم. إنه الذي يبحث عنه فرعون، إنه الذي من أجله قتل أطفال القوم، إنه الذي من أجله سفك الدماء. أرسله الرب عز وجل ليعيش في قصرك يا فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لم يشعروا بمن أرسل الله عز وجل إليهم. عاش موسى عليه السلام في قصر فرعون بأمر الله عز وجل. أصاب أم موسى عليه السلام الهم والغم، كيف ألقت برضيعها في اليم؟ كيف تركته هكذا؟ كادت أن تخرج بين الناس وتكشف الأمر كله وتخبر الناس بأن رضيعها ذلك الصبي رمته في اليم فابحثوا عنه. كادت أن تكشف الأمر كله لولا أن الله عز وجل ثبت أم موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. من ثبتها؟ إنه الله عز وجل. قالت لأختي موسى ابنتها الكبيرة، قالت لها يا فلانة اذهبي فابحثي عن موسى علك تجديه في مكان ما. ما تدري أم موسى أن الله عز وجل أرسله باليم إلى قصر فرعون نفسه. لم تكن تعلم أم موسى. فخرجت أخت موسى تبحث عن أخيها يمنة ويسرة تبحث عنه علها تجده في مكان ما، تسأل وتبحث وتقص أثره. فإذا بها تجده أين؟ تجده في قصر فرعون نفسه. ما الذي حدث؟ تجمع الناس حول موسى عليه السلام ذلك الرضيع، كل امرأة تريد أن ترضعه لكنه لا يقبل الرضاع من أي امرأة. فإذا بقصر فرعون ينادي مناديهم في الأسواق أن من أرادت أن ترضع طفلا في قصر فرعون فلتتقدم فإن لها مالا كثيرا وفيرا. وتقدم المرضعات إلى قصر فرعون، كل منهن تريد أن ترضع ذلك الرضيع موسى عليه السلام الذي حفظه الرب عز وجل. وحرمنا عليه المراضع، كلما تقدمت إليه امرأة لترضعها لترضعه فإذا بموسى عليه السلام يلتفت، لا يقبل من ثدي هذا ولا يقبل من ثدي هذه ولا يقبل من هذا الثدي ولا يقبل من هذا الثدي، حتى حرم الله عز وجل عليه كل المراضع، لم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت. كاد أن يموت هذا الغلام، كاد أن يهلك هذا الصبي. ماذا ستفعل الآن زوجة فرعون وبين يديها صبي سيهلك سيموت جوعا؟ لم يقبل أن يرضع من أحد. هنا دخلت من؟ أخت موسى عليه السلام، فقالت للقصر، فقالت لكل من في القصر هل أدلكم على أهل بيت يرضعون هذا الطفل وهم له أمينون ناصحون مخلصون؟ هل أدلكم على أهل بيت، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال قوم فرعون وقالت زوجته ائتنا بمن يرضع هذا الغلام مهما كان فإننا سنعطيه المال الوفير. فإذا بأخت موسى تذهب مسرعة إلى أم موسى، قالت يا أمّا أسرعي فإن أخي وجدته في قصر فرعون ولم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت، فاذهبي إلى القصر ربما يرضع منك يا أماه. دخلت أم موسى على القصر وقد تجمعت الراضعات يردن إرضاعه ولم يقبل موسى الرضيع. فلما دخلت أم موسى ورأت ابنها كادت أن تكشف الأمر، ابنها الذي ظنت أنه قد مات أنه قد غرق. نظرت إليه
أمه كادت أن تبدي الأمر لكن الله عز وجل ثبتها. حمل الرضيع إلى هذه المرأة وما ظن أحد أنه سيرضع منها، فلما اقترب الرضيع من ثديها إذا به يرضع رضاعا كاملا. من؟ إنها أمه، إنها أم موسى عليه السلام. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرجع الله الرضيع لأمه وعدا عليه نفذه الرب عز وجل، وأوفى الله عز وجل بوعده لأم موسى. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. موسى عليه السلام يتربى في قصر فرعون منذ ولادته إلى أن صار شابا قوي الجسم والبنية. العجيب أن موسى نبي الله، ذلك الذي ملئ قلبه بالإيمان، يتربى في قصر ملئ بالكفر والجحود والنكران، قصر مظلم بالشرك، يتربى منه وفيه موسى عليه السلام. سبحان الذي يخرج الحي من الميت. لما كبر موسى عليه السلام واستوى واشتد عوده وصار قوي الجسم والبنية، أعطاه الله عز وجل حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فهو من بني إسرائيل، صحيح أنه تربى في قصر فرعون لكن الكل يعلم أنه من بني إسرائيل. أمه لم تنقطع عنه أبدا، ظلت معه ترضعه وتربيه وتحضنه طوال فترة صغره. موسى عليه السلام الذي تربى في قصر فرعون الكل يعلم أنه من بني إسرائيل، لكن له قدر ومكانة عند قوم فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وأعطاه الله عز وجل الحكم والعلم، فهو على دين أبيه يعقوب عليه السلام. لما كبر خرج يوما من الأيام في وقت الظهيرة والناس قائلون في بيوتهم، خرج ودخل إلى المدينة. دخل موسى عليه السلام فوجد رجلا يتقاتل مع رجل آخر الذي يضرب من قوم فرعون، قبطي من قوم فرعون يضرب رجلا من بني إسرائيل وكان ضعيفا، فأخذ هذا الرجل الضعيف يستغيث: أيها الناس أنقذوني، أيها الناس أنجدوني، ولا أحد في المدينة. فإذا بموسى عليه السلام يسرع إلى هذا الصوت، وموسى عنده انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا رأى مظلوما فإنه ينصره. فإذا به يذهب إليه يراه يضرب ويعذب، وذاك الرجل القبطي يريد قتله. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. شيعته يعني من بني إسرائيل، من قوم موسى عليه السلام، وكان يستغيث بموسى عليه السلام: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ناداه: يا موسى أدركني. وكان موسى قوي الجسم والبنية، كان عليه الصلاة والسلام رجلا قويا شابا جلدا عليه الصلاة والسلام. فأسرع موسى إلى هذا الإسرائيلي يريد أن ينقذه، فإذا بموسى عليه السلام أقبل إليه، ما فعل شيئا، ضربه بقبضة يده ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة، فإذا بالرجل يسقط على الأرض. نظر إليه موسى، يوقظه موسى، الإسرائيلي متعجب خائف: ما الذي حدث؟ يحركه موسى، فإذا القبطي مات من ضربة واحدة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فلما رآه موسى عليه السلام ميتا قتيلا بخطأ ارتكبه موسى عليه السلام، لم يقصد هذا الخطأ، لم يقصد قتله، لكنه ضربه ليبعده عن الرجل الضعيف المسكين فمات من ضربة واحدة.
قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وترك هذا الرجل صريعا على الأرض، أما الإسرائيلي فهرب، وأما موسى عليه السلام فجلس لوحده يستغفر ربه عز وجل. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وإذا بالناس يتناقلون الخبر، رجل مقتول في هذا المكان، جاء الجيش، جاء الجند، جاءت العساكر، رجال الأمن وصلوا، ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ جريمة قتل. تجمع الناس، جاء الحرس، فإذا بهم يرون المصيبة الكبرى. من المقتول؟ رجل من قوم فرعون، رجل من القبط، من الناس الذين هم في الطبقة العليا. لأول مرة يقتل رجل من قوم فرعون، يقتل من بني إسرائيل عادي، كل يوم يذبحون أصلا، لا أطفال لا نساء لا شيوخ لا صغار، يقتلون قتلا، لكن رجل من قوم فرعون صعب، جريمة. فإذا بفرعون يصدر الأوامر، ابحثوا عن القاتل، يتجولون يتجمعون يبحثون في كل مكان عن قاتل هذا الرجل، رجل يتجرأ فيقتل قبطيا من قوم فرعون، من هذا؟ يا ويله. وانتشر الخبر بين الناس، وموسى عليه السلام كان خائفا، ماذا يصنع؟ لم يكن يقصد أن يقتل هذا الرجل، إن أخبرهم ذبحوه وقتلوه. وأصبح في المدينة خائفا يترقب. موسى عليه السلام لما أصبح الصباح خرج خائفا يترقب، ينظر يمنة ويسرة، ربما يقبض عليه الآن، ربما علم به أحد، من كان يعلم به؟ فقط هذا الرجل الإسرائيلي من بني إسرائيل الذي دافع عنه موسى عليه السلام، هذا الوحيد الذي يعلم. وموسى عليه السلام يتجول في المدينة خائف، ربما كشف أمره. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. نفس الرجل من بني إسرائيل مسوي مشكلة ثانية، عمل مشكلة أخرى، يتصارع مع رجل آخر أيضا من قوم فرعون، من القبط، من قبيلة فرعون. وإذا بموسى عليه السلام ينظر إليه، يستصرخ موسى، ينادي موسى، لأن موسى بالأمس أنجده فاليوم سينجدني، ينادي يا موسى أدركني، يا موسى أدركني. فلما وصل إليه موسى والناس الآن ينظرون، لم يكن الوقت خاليا من الناس، الناس موجودة وقت الصباح. ذهب إليه موسى فقال له وهو يضرب من قبل القبطي، قال موسى عليه السلام إنك لغوي مبين. أنت رجل ظالم، كل يوم تصنع لك مشكلة، أنت رجل فيك شيء، إنك لغوي مبين. نصحه موسى عليه السلام على فعله وعلى صنعه. ثم تقدم موسى قوي الجسد قوي البنية والناس ينظرون، أراد موسى أن ينقذه في المرة الثانية لأنه أيضا كان مظلوما، لكن الرجل من بني إسرائيل ظن أمرا آخر، ظن أن موسى سيأتي إليه فيضربه هو، ما علم أن موسى لا يمكنه أن يظلم إنسانا، كان لا يمكن أن يقتص للظالم من المظلوم، بل يقتص للمظلوم من الظالم. فإذا بموسى عليه السلام يتقدم إليهما، وإذا بالرجل من بني إسرائيل خاف أن يأتي إليه موسى فيضربه، فإذا به يصرخ، فيقول الرجل، فيقول يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ التفت موسى يمنة ويسرة، ماذا؟ سمع الناس الخبر، موسى الذي قتل الرجل؟ نعم، موسى هو الذي قتل رجلا بالأمس والآن يريد أن يقتلني. موسى ما كان يريد أن يقتله، انفضح الأمر، هرب موسى عليه السلام، أخذت الجند تبحث عنه، فجاءه رجل فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. وفعلا
فخرج منها خائفا يترقب. هرب موسى عليه السلام من مصر متوجها إلى مدين، هل قبض عليه جند فرعون؟ ما الذي حصل؟ ما الذي رأى في مدين؟ وما قصة الفتاتين؟ وما الذي رآه عندهما؟ وماذا حصل وهو عائد إلى مصر؟ هذا كله ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. وصل من مصر إلى مدين ماشيا على قدميه، أهلكه الجوع والعطش، لم يكلمهما موسى عليه السلام. نحن في مكان لن يصل إليه فرعون ولا جنوده، اختر من تريد فتزوجها. موسى عليه السلام لوحده الآن، فرح بهذه النار. يقترب موسى عليه السلام، من الذي يكلمه؟ ففر موسى خوفا من هذه العصا. يا موسى أقبل، أقبل ولا تخف، إنه الله عز وجل. قال اسمه موسى. قال من؟ الآن بدأ فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام، فإذا بفرعون يستشيط غضبا، جعلنك من المسجونين. فإذا هي ثعبان مبين، فقام الناس من مقامهم، وإذا بهذا يقوم وهذا يتحرك، كل منهم يقوم، خاف من عصا موسى عليه السلام. قصص نور قصص، حكمة وصبر. سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع على عيني. قصص نور قصص خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن موسى عليه السلام وكيف خرج هاربا من مصر بعد أن قتل نفسا بالخطأ، وبحث عنه جنود فرعون فلم يجدوه وأرادوا قتله، فخرج منها هاربا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. مشى من مصر متوجها إلى الشام، متوجها إلى مدينة تسمى مدين، وكان في الطريق جائعا عطشا، لم يجد ماء يشربه ولا طعاما يأكله، أهلكه الجوع والعطش، وكان حافي القدمين. وصل من مصر إلى مدين ماشيا على قدميه، فوجد من بعيد بئرا فيه ماء، الناس حوله يسقون، عندهم من الإبل، من الغنم، من الأنعام، يسقون في هذا الماء. فأسرع موسى عليه السلام إلى هذا الماء، إلى هذا البئر. ولما ورد ماء مدين وجد عند هذا الماء أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فتاتان بعيدتان عن الناس، تذودان غنمهما وما ترعونه من أنعام وإبل وغنم، بعيدا عن غنم الناس وبعيدا عن إبل الناس، الفتاتان بعيدتان. موسى عليه السلام استغرب، ما الذي يحدث؟ وجد الفتاتين فسألهما، ما خطبكما؟ فقال بكل أدب بكل حياء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن نختلط مع الرجال، لن نزاحم الرجال، لن نسقي حتى يصدر ويبتعد كل الرجال من هذا المكان.
طيب أليس لكما أخ أب يسقي لكما؟ فردت البنتان وأبونا شيخ كبير. لم يكلمهما موسى عليه السلام نظرا لحاجتهما، بل سقى لهما الماء ولم يتحدث معهما، ثم تولى إلى ظل وأخذ يدعو الله عز وجل: رب إني لما أنزلت إلي من خير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذهبت الفتاتان باكرا هذه المرة بعد أن سقى لهما موسى عليه السلام، ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير وحدثتاه بما حصل. فإذا بالشيخ الكبير الرجل الصالح في مدين يقول لابنتيه: ناديا هذا الرجل، أريد أن أتكلم معه. فإذا بموسى يدعو الله جل وعلا، فجأة وجد إحدى الفتاتين تمشي بكل حياء بكل أدب، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ماذا تريد؟ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا بدأ الفرج، هنا بدأت استجابة الدعوة. أبي يريدك، يريد أن يجزيك على ما فعلت هولنا، فعلت شيئا لا يفعله أحد من الناس اليوم. إنه الأدب، إنها الأخلاق، إنها المروءة، إنها الشهامة. ما استغل وضع الفتاتين ليتحدث معهما، بل قدم الخدمة ومضى عنهما. مشت الفتاة بكل حياء، موسى أمامها تدله بالطريق بالحصى عن يمينه أو عن شماله. فلما وصل إلى الشيخ الكبير قال له الشيخ الكبير الصالح: ما قصتك؟ أخبره عن قصته، لما خرج من مصر، وماذا كان يفعل فرعون فيهم، وماذا فعل فرعون في بني إسرائيل، وكيف قتل الأولاد واستعبد الناس، وخرجت منهم هاربا بعد أن قتلت نفسا بالخطأ. فقال له الشيخ الكبير: نحن في مكان لن يصل إليه فرعون ولا جنوده. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جاءت واحدة من الفتاتين إلى أبيها فقالت: يا أبي، نحن فتيات لا نستطيع أن نعمل عمل الرجال أو نزاحم الرجال، لما لا تستأجر هذا الرجل؟ فإنه رجل قوي ورجل أمين. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بدأ الفرج شيئا فشيئا لموسى عليه السلام. جاءه الشيخ الكبير قال: يا موسى، أريد أن أعرض عليك عرضا. قال: ما هو؟ قال: عندي فتاتان، اختر من تريد فتزوجها، اختر أي واحدة تريدها. قال: والمهر؟ ما عندي شيء. قال: أعمل عندي 8 سنين، فإن أكرمتني أعمل لدي 10 سنين، أيما الأجلين قضيت. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وافق موسى عليه السلام وتزوج إحدى الفتاتين، وعاش في مدين ليست فقط 8 سنين بل 10 سنين، كرما من موسى عليه السلام. أكرمه الرب عز وجل بأن تزوج وعاش حياة سعيدة بعيدا عن فرعون وظلمه. قصص نور، قصص قصص نور، قصص حكمة وصبر. فلما قضى موسى عليه السلام 10 سنين في مدين، ورزقه الله عز وجل زوجة وأولادا وخيرات كثيرة، حن إلى موطن رأسه، إلى بلده التي ولد فيها، إلى مصر. فأخذ زوجته وأولاده ورجع إلى مصر. وفي الطريق في صحراء سيناء أضاع موسى عليه السلام الطريق في ليلة باردة، ليلة مظلمة. يسير موسى عليه السلام مع زوجته وأولاده وقد أضاع الطريق وخاف على أهله. في
في هذه الليلة الباردة ربما يهلكون من شدة البرد، ربما يأتي ما يفترسهم، ربما يحصل ما يحصل. ليلة باردة، كلما مشى موسى عليه السلام رجع إلى نفس المكان، خاف على أهله، ربما يقتلهم البرد، ربما يحصل لهم ما يحصل. فجأة رأى موسى عليه السلام من بعيد نارا فأنس بها موسى عليه السلام، فرح بهذه النار، قال لأهلهم كثوا اجلسوا في هذا المكان لا تتحركوا، سوف أذهب إلى النار ربما أجد عندها أحدا يخبرني عن الطريق، وربما آتيكم بشيء من النار تتدفؤون فيها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مشى موسى عليه السلام وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. عند الجبل في ذلك الوادي وجد نارا، موسى عليه السلام لوحده الآن وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. في ذلك الوادي في الليلة المظلمة شديدة البرودة عند جبل اسمه الطور في واد سحيق، هذه النار كانت قرب شجرة خضراء. استغرب موسى عليه السلام، ليس عند النار أحد، والمكان مظلم، والليلة باردة، والنار لوحدها تشتعل. يقترب موسى عليه السلام، يخط نعليه على الأرض ويمشي وبيده العصا. فجأة سمع موسى صوتا يناديه، أي صوت هذا؟ يا موسى. يلتفت يمنة ويسرى، من يناديني؟ الصوت لا كغيره من الأصوات، فهو صوت ليس كمثله شيء. يا موسى. من؟ يا موسى. من عرف اسمي؟ من يناديني في هذا المكان المظلم؟ ما هذا الصوت العجيب الغريب الذي ينادي موسى عليه السلام؟ فإذا به يجيب موسى، إني أنا الله. الله أكبر، إنه الله عز وجل يكلم موسى. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى لأول مرة. من يناديني؟ إني أنا الله رب العالمين. مباشرة سمع موسى كلام ربه عز وجل، وكلم الله موسى، ولهذا يسمى موسى كليم الله. سمع الله عز وجل يناديه يقول له، يا موسى إني أنا الله، إني أنا الله رب العالمين. موسى في البداية كان خائفا، أما الآن أنس بهذا الصوت، إني أنا ربك فاخلع نعليك. خلع موسى نعليه، من الذي يكلمه؟ إنه الله عز وجل. إني أنا ربك، الله جل وعلا يكلمه، فاستمع لما يوحى. اخترتك يا موسى، استمع لوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أمره بالأوامر ثم قال له، يا موسى ما تلك بيمينك؟ الآن موسى يريد أن يكلم ربه، استأنس بهذا المكان المظلم، قال ما تلك بيمينك؟ كانت الإجابة يفترض هي عصاي، لكن موسى استرسل، أنس بكلامه مع ربه، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
يسترسل موسى بالحديد، ألقها يا موسى، عصاي ألقها على الأرض، نعم ألقها يا موسى، قال هي عصاي، زاد موسى، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل لموسى ألق هذه العصا، عصا لما ألقيها؟ ألقاها موسى عليه السلام فإذا بالعصا تهتز، الله أكبر، تهتز كثعبان عظيم كأنها جان، ففر موسى خوفا من هذه العصا لما تحولت إليه، ثعبان عظيم. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، هرب موسى عليه السلام. ناداه الرب عز وجل، يا موسى، يا موسى أقبل، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا تخف يا موسى، هذه آية من آياتي، خذها بيدك، خذها بيمينك. ماذا أخذ؟ أخذ ثعبانا عظيما. اقترب موسى، اقترب إلى الثعبان، فلما وضع يده عليها تحولت إلى عصا. يا الله، أي معجزة هذه، إذا رماها ثعبان عظيم، إذا أخذها عصا. هذه الآية الأولى يا موسى. أما الثانية، ضع يدك في جيبك تحت يدك ثم أخرجها، تتحول إلى بيضاء، نور يتلألأ، أرجعها مرة ثانية عادت كما كانت، إذا وضعها رجعت بيضاء. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ما المطلوب؟ أنت مبعوث إلى من؟ اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى في هذا الوادي العظيم وعند تلك النار المشتعلة بالقرب من جبل الطور. لأول مرة موسى يكلم ربه عز وجل، وفي هذه الليلة المظلمة الباردة وعند تلك النار بدأت بعثة موسى عليه السلام ليذهب إلى فرعون ليبلغه دين الله جل وعلا ويدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله. موسى ينطلق إلى فرعون. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله جل وعلا، فتذكر موسى عليه السلام أنه قد قتل نفسا منذ زمن قديم، وأن فرعون بنفسه يبحث عنه لقتله، فكيف أذهب إلى فرعون بنفسي؟ إذا قتلني كيف أدعو إلى الله جل وعلا؟ ثم تذكر ما حدث لسانه وهو صغير، فطلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون نبيا معه، لأنه أفصح لسانا منه، فاستجاب الله عز وجل لموسى طلبه. قال الله عز وجل وهو يحكي عن موسى عليه السلام، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الذنب الأول. المشكلة الثانية، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، اجعله وزيرا لي يا رب، رد أن يصدقني، اشدد به أزري وأشركه في أمري. فقال الله عز وجل لموسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حصلت على ما تريد يا موسى. فرجع موسى عليه السلام إلى مصر، فذهب إلى أهله، هناك كلم أخاه هارون عليه السلام أن الله عز وجل قد جعلك معي نبيا وزيرا تؤيدني. قال وماذا طلب الله عز وجل منا؟ قال أن نذهب مباشرة إلى قصر فرعون فندخل عليه فندعوه إلى الله جل وعلا. لما وصل موسى وبيده العصا معه أخاه هارون إلى قصر فرعون، وفي الخارج أوقفهم الحراس، أوقفه الحاجب، قال ماذا تريد؟ قال أريد الدخول على فرعون. قال ومن أنت حتى تدخل على فرعون؟ قال قل له موسى ابن عمران. فذهب الحاجب الحارس إلى فرعون، دخل عليه فقال هناك من يطلب الدخول عليك. قال من هو؟ قال اسمه موسى. قال من؟
أي موسى؟ قال موسى ابن عمران. قال موسى ابن عمران بنفسه جاء إلي وأنا كنت أبحث عنه منذ زمن. قال نعم، هو في الخارج ينتظرك. قال فرعون فأدخله علي. فدخل موسى عليه السلام وبيده العصا ومعه أخاه هارون يمشي على عصاه، يتكئ على عصاه بحالة الرثة. دخل إلى فرعون في قصره، دخل موسى عليه السلام ليبلغ رسالة ربه جل وعلا ويدعو فرعون إلى الله جل وعلا. لما دخل موسى عليه السلام مع هارون إلى قصر فرعون، وجد عند فرعون وحوله الملأ، وجد المقربين لفرعون، الوزراء، الحاشية، أصحاب فرعون اجتمعوا حوله. لما دخل موسى وعرفه فرعون قال ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال موسى عليه السلام يخاطب فرعون يدعوه إلى الله عز وجل بكل لين، قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ استغرب فرعون، أنت يا موسى الذي ربيناك عندنا في هذا القصر في هذا المكان، جئتنا وليدا وجدناك أطعمناك وربيناك حتى صرت رجلا وغبت عنا 10 سنين وفعلت فعلتك بعد أن قتلت نفسا وهربت منا ثم رجعت لتأتينا بدين جديد، ماذا تقول يا موسى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يذكره لما قتل رجلا خطأ، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. موسى عليه السلام لم ينكر أنه قتل نفسا خطأ، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت ثم رجعت أذكركم بالله عز وجل وأدعوكم إلى عبادة رب العالمين. الآن بدأ فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام، يستهزئ به أمام الملأ، أمام الناس الذين من حوله. قال له وقد سأله سؤالا ظن أن موسى لن يجيب عليه، قال فرعون وما رب العالمين؟ فإذا بموسى عليه السلام يقول بكل جرأة قال رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. يريد موسى أن يسمع فرعون ويسمع كل الذين من حوله دعوته إلى التوحيد. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الذي يزعم أنه رب وأنه هو الله كاذب. أنا أدعوكم إلى عبادة من خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإذا بفرعون يستشيط غضبا ويقوم من مكانه من كرسيه وينادي الذين من حوله يقول لهم ألا تستمعون؟ ألا تسمعون إلى هذا الهراء الذي يتفوه به موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرد بكل ثقة قال ربكم، يلتفت إلى من حوله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إن كان فرعون ربا فمن خلق آباءه ومن خلقكم ومن خلق آباءكم؟ إنه الله جل وعلا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فإذا بفرعون يبدأ الآن يغلظ الحديث، قال إن رسولكم، انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى الذي بعث إليكم، إنه مجنون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يبالي موسى عليه السلام واستغل الفرصة بأكملها، أنا مجنون يا فرعون، أنا مجنون الذي أدعوكم إلى الله جل وعلا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون. لننظر من صاحب العقل، أنا أم أنت أم الذين من حولك يا فرعون؟ هو رب المشرق، هو رب المغرب، هو رب ما بينهما، إن كنتم تعقلون. ما ندري من الذي يعقل ومن الذي هو مجنون.
فإذا بفرعون الآن يستشيط غضبا ويقول لمن حوله: ما علمت لكم من إله غيري، يا موسى لئن لم تسكت عن هذه الدعوة وعن هذا الكلام لأجعلنك من المسجونين. قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. أين الحوار يا فرعون؟ أين العقل الذي عندك يا فرعون؟ تجادل موسى، تناقش موسى، عندك الحجة، عندك البرهان، لما لجأت إلى السجن؟ دائما حجة الضعفاء الذين لا يملكون أي حجة، أصحاب الدعاوى الواهية حجتهم ودليلهم السجن. إذا لم يستجيب الناس لكلامي، وإذا لم تقف يا موسى عن دعوتك، فإن السجن ينتظرك. مسكين فرعون، مسكين فرعون وأمثال فرعون، ما دروا أن موسى لا يبالي بالسجن، بل موسى عليه السلام لا يبالي لا بقتل ولا بتعذيب ولا بسجن. قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. وإذا بموسى عليه السلام يرد عليه، يريد أن يقلب الحديث في صالحه. قال موسى الذكي العاقل النبيه، هو من أولو العزم من الرسل كليم الله، قال: يا فرعون، أولو جئتك بشيء مبين قبل أن تدخلني السجن، قبل أن تمنعني أتحدث إلى الناس وأبلغهم دين الله جل وعلا، قبل أن تفعل أي شيء، دعني آتك بآية بينة، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: وما المبين عندك يا موسى؟ أنت لا تعرف حتى الحديث، لا تكاد تبين، ما عندك يا موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرفع عصاه والناس يشهدون في قصر فرعون، فيرمي موسى عليه السلام العصا فإذا هي ثعبان مبين، فقام الناس من مقامهم، وإذا بهذا يقوم وهذا يتحرك، كل منهم يقوم خاف من عصا موسى عليه السلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثم رفع موسى يده بعد أن أدخلها في جيبه، فإذا هي بيضاء نور يتلألأ، فانبهر كل الحضور. هنا أسقط فرعون في يديه، هنا لم يعرف فرعون ماذا يفعل وماذا يصنع. ترى ماذا صنع فرعون بعد هذا؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ماذا تصرف فرعون؟ هل انهزم أم أنه تحدى موسى عليه السلام لمعركة وجولة أخرى؟ ما الذي حدث بين موسى وفرعون؟ هذا ما سوف نشاهده إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرعون خاف أن يفتن موسى الناس. تريد موعدا يا فرعون؟ ائتوني بأفضل ساحر في مصر. كلام غريب، كلام عجيب. فإذا هي ثعبان يبلع كل ثعابينهم. خر السحرة كلهم سجدا لله عز وجل. استشاط فرعون غضبا مما حصل. هزم فرعون، افعل ما تفعل يا فرعون. كيف كانوا يحاربون الله؟ جاء طوفان فأهلك كل الزروع، كل مياههم تحولت إلى دم، لم يتركوا طفلا ولا امرأة إلا استحيوها. لكن العذاب يزداد، البحر أمامهم، العدو وراءهم. يقول: يا موسى، أها هنا وعدك ربك، اضرب بعصاك البحر. انشق البحر نصفين، وإذا بجبريل ينزل. يا لهذا المنظر، وجبريل يضع الطين، طين البحر في فمه. قضي على فرعون وجنوده. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أسامي سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرت خير يا كل
كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمال قصص تدمع على عيني قصص بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية لما دخل موسى عليه السلام وهارون إلى قصر فرعون يجادله يذكره بالله عز وجل، لكن فرعون أبى، لم يستطع أن يواجه موسى عليه السلام فهدده بالسجن. فإذا بموسى عليه السلام يخرج له آيتين بينتين، أما الأولى فالعصا التي رماها موسى عليه السلام فانقلبت ثعبانا وخاف الناس، أما الآية الثانية فيده التي أخرجها فصارت بيضاء نورا يتلألأ والناس ينظرون. هنا فرعون خاف أن يفتن موسى الناس وأن يصدقه الناس، فقال للناس أن هذا الذي جاء به موسى سحر، سحر معروف لدينا، وإننا سوف نأتي له بسحر مثله وأكبر منه يغلب هذا السحر. قال يا موسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا مكانا سوى. هنا استغل موسى عليه السلام الفرصة، تريد موعدا يا فرعون؟ تريد مكانا وزمانا لنتحدى نحن الاثنين؟ هل أنا على حق أم أنت والسحرة على حق؟ هذه فرصة موسى عليه السلام. ماذا تريد يا موسى؟ اختر اليوم واختر المكان والزمان. فإذا بموسى يختار يوم العيد، يوم الزينة، وليس أي وقت، وقت الضحى الذي يتجمع فيه كل الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، شرطي أن يحشر الناس جميعا، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى لما تسطع الشمس والناس كلهم ينظرون حتى لا يخفى على أحد من الناس شيء من المعركة. وفعلا جاء ذلك اليوم وجمع فرعون السحرة، قال ائتوني بكل ساحر عليم، ائتوني بأفضل ساحر في مصر، أفضل السحرة. وجيء لفرعون بكل السحرة، كبار السحرة، قيل بلغوا الآلاف من السحرة، اجتمعوا عند فرعون فقالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، سوف تكونون من المقربين عندي من الخواص. وإذا بفرعون يجمع الناس ويحشر أهل مصر من الفراعنة ويحشر بني إسرائيل، كل الناس من قوم فرعون وبني إسرائيل، تجمع الناس ينتظرون تلك المعركة وذلك التحدي. خرجت المرأة مع أطفالها، كبار السن، الشيوخ، الصغار، النساء، الرجال، الكل خرج في ذلك اليوم ليشهد تلك المعركة الفاصلة. هل رب موسى وهارون على حق أم فرعون على حق؟ وتجمع الناس وآلاف السحر الآن أمام موسى، ليس بيده إلا العصا. نصحهم موسى عليه السلام نصيحة، قال لهم في البداية ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لما سمعوا هذه الكلمات علموا أنها ليست كلمات إنسان عادي، ليست كلمات إنسان ساحر كما وصف لهم فرعون. تنازعوا أمرهم بينهم، اختلف الناس واختلف السحرة، ما هذا الكلام؟ كلام غريب، كلام عجيب، ربما ينزل علينا عذاب كما يقول هذا الرجل. بعضهم قال لا نتحداه وبعضهم قال بل نتحداه. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، بعضهم ثبت البقية، قالوا لا عليكم، إن هذان لساحران يريدان أن يسيطر على هذه الأرض ويخرجاكم من أرضكم، اجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. تواجه الفريقان
فريق موسى مع العصا، فريق آخر آلاف السحرة بيدهم العصي، فإذا بهم يقولون يا موسى من سيبدأ؟ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، من يبدأ بإلقاء العصا؟ قال لهم موسى بل ألقوا، أنتم ابدأوا بالإلقاء. فإذا بهم يقولون قبل أن يبدأوا، وفرعون ينظر بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون لأنهم لا يؤمنون بالله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فرح فرعون. فألقى السحرة العصي وإذا بكل عصاة تتحول ثعبانا عظيما، وتسعى آلاف العصي تحولت إلى آلاف الثعابين، والناس يتراجعون والناس يهربون، وموسى عليه السلام ينظر إليهم يخاف، يخاف موسى أن يصد الناس عن دعوته. وإذا بهم ألقوا عصيهم، فإذا بهم يأتون بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس كما قال الله عز وجل، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. خاف الناس وفرح فرعون، وفرح الملأ الذين حول فرعون، وفرح السحرة. فإذا بموسى عليه السلام يوحي الرب عز وجل إليه، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. لما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان يبلع كل ثعابينهم، ثعبان عظيم لا يعرف كيف هذا الثعبان، لم يرى مثله قط، وإذا به يلقف ما يأفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. غلب السحرة لما رأوا هذا المنظر، علموا أنه من صنع الله عز وجل ليس من صنع البشر، خر السحرة كلهم سجدا لله عز وجل. فرعون ينظر والناس ينظرون، أي معركة هذه التي انتهت بسجود السحرة لله عز وجل؟ قصص نور، قصص قصص نور، قصص حكمة وصبر. استشاط فرعون غضبا مما حصل، السحرة الذين جاء بهم كلهم سجدوا، سجدوا لمن؟ سألهم فرعون، قال سجدتم لمن؟ قالوا آمنا، قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا بفرعون يجمع السحرة الذين جاء بهم ليحاربوا دين الله عز وجل، جاء بهم فرعون ألوف السحرة، قال آمنتم بمن؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم قال لهم لولا استأذنتموني قبل أن تؤمنوا به، وهل ستأذن لهم يا فرعون لو استأذنوك؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم التفت إلى من حوله وقال إنه لكبيركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. نشر بين الناس بعد أن هزم، بعد أن فضح، نشر بين الناس أن موسى كبير السحرة وأنه سيدهم وهو الذي علمهم السحر، ولهذا سجدوا له. ظن أن الناس سيصدقوا هذا الكلام الهراء، ظن أن بني إسرائيل لن تقتنع بهذه الآية البينة. هزم فرعون، ثم إذا به يهدد السحرة، يقول لهم إذا لم تتراجعوا عن دينكم الجديد وعن إيمانكم برب هارون وموسى أعذبكم، سوف أربط كل واحد على شجرة، وفعلا ربطه، وقال سوف أقطع لكل واحد إحدى يديه وإحدى رجليه، اليمين مع اليسار واليسار مع اليمين، سوف أقطعه قطعا، إما أن يتراجع عن هذا الذي فعل أو أعذبه. قال فرعون يهدد السحرة، قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا، أشد عذابا وأبقى. فإذا بالسحرة الذين كانوا يحاربون الله ورسوله انظروا إلى ثباتهم، قالوا لا ضير،
افعل ما تفعل يا فرعون، فإننا آمنا بالله رب العالمين، لا يهمنا ما فعلت، قطع أيادينا، اقتلنا، اذبحنا، فإنما تفعل هذا في الدنيا ونحن لا نبالي بالدنيا برمتها. سبحان الله، كيف كانوا يحاربون الله وكيف ثبتوا الآن لا يخافون العذاب في الله عز وجل. قالوا لا نبالي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وفعلا إذا بفرعون يذبحهم جميعا، كانوا في أول النهار سحرة كفرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. مع هذا قتلهم فرعون وهزم. إنها الجولة الثانية التي يهزمه فيها موسى عليه السلام. رغم أن السحرة آمنوا بالله عز وجل ورأى فرعون ما رأى من الآيات البينات، إلا أنه ظل على عناده وكفره وجحوده. موسى يدعوهم إلى الله، هم يصرون على الكفر والعناد والجحود، ازداد الكفر وظل الطغيان. فأنزل الله عز وجل في فرعون وقومه آيات بلاء، أنزله الله عز وجل على فرعون ليعود إلى الله عز وجل، ولكن أن لرجل مثل هذا أن يعود إلى ربه. أول بلاء نزل عليهم السنين، القحط، أصيبوا بقحط فهلكت الزروع وماتت الماشيح، وأصيبوا بجوع وعذاب شديد، فذهبوا إلى موسى عليه السلام يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم هذا البلاء. ولقد أخذنا آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكانوا إذا نزل عليهم البلاء ذهبوا لمن؟ لموسى عليه السلام، يعرفون أن له ربا يستجيب له، لكنهم مع هذا لم يؤمنوا به. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأعاد الله عز وجل عليهم الخيرات مرة أخرى، وزادت الثمرات مرة ثانية، فردوا في كفرهم، بل وظلوا في كفرهم وعنادهم، فأخذهم الله عز وجل بعذاب آخر. ما العذاب هذه المرة؟ طوفان. جاء طوفان فأهلك كل الزروع وغطى كل ما عندهم من ثمرات. فذهبوا إلى موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، فدعا الله عز وجل، فلما دعاه ظلوا على كفرهم وعنادهم، زال الطوفان ورجع الزرع مرة أخرى وازدادوا بالكفر، فأنزل الله بلاء آخر، جاءهم جراد فأهلك كل الزروع ودمر كل المحاصيل. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك، إذا كشفت عنا هذا الرز وإذا كشف ربك عنا هذا العذاب سوف نؤمن به. فدعا الله وذهب الجراد ورجع الزرع مرة أخرى، لكنهم ظلوا على حالهم، الطوفان ثم الجراد ثم القمل. ما القمل؟ حشرات صغيرة تأكل المحاصيل كلها بعد أن خزنوها، جاءت القمل والحشرات لتأكلها. فذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا ادعوا لنا ربك، فدعا الله عز وجل فأذهب عنهم هذه القمل والحشرات، ومع هذا رجعوا إلى كفرهم واستمروا بطغيانهم، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا آخر، الضفادع، تلك الحيوانات انتشرت في آنيتهم، في بيوتهم، في غرفهم، على فرشهم، غطت الأرض كلها. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عنده، بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا الله عز وجل فظلوا في كفرهم، نجاهم الله من بلاء الضفادع، فأرسل عليهم عذابا أخير وهو الدم، كل مياههم تحولت إلى دم، لم يستطيعوا شرب المياه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ظل
قوم فرعون على كفرهم وعنادهم وكبرهم رغم الآيات البينات، رغم ما نجاهم الله عز وجل به من عذاب، لكنهم ظلوا على كفرهم. تمادى قوم فرعون وفرعون بذبح بني إسرائيل وتعذيبهم وقتلهم وسفك دمائهم، لم يتركوا طفلا ولا امرأة إلا استحيوها. قوم فرعون ازدادوا في تعذيب بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يصبرون ويتحملون، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخيه هارون: مروا بني إسرائيل أن يمكث كل منهم في بيته فلا يخرجن إلا لحاجة ضرورية، واجعلوا بيوتكم مساجد واجعلوها قبلة وأكثروا من الصلاة والدعاء. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لكن العذاب يزداد والبلاء يكثر على بني إسرائيل، حتى جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن في عذاب بعد عذاب وبلاء بعد آخر. ومع هذا بنو إسرائيل صابرون، لا حول لهم ولا قوة، حتى أوحى الله عز وجل لموسى وأخيه هارون أنه قد جاء موعد خروجكم من مصر وهجرتكم منها، مروا بني إسرائيل في يوم محدد أن يخرجوا كلهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم وعجائزهم، فاستأذنوا من فرعون أن يخرجوا في يوم عيد لهم ليحتفلوا به، وصدق فرعون فخرجوا في تلك الليلة كلهم، مئات الآلاف، الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال والعجائز، كلهم خرجوا. فعلم بعد ساعات فرعون بالخبر فأرسل خلفهم وجمع جيشه، ولما جمع جيشه قال لهم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فعبأ تعبئة كاملة كل الجيش، بل كل الرجال، أن يذهبوا خلف بني إسرائيل ليحصدوهم حصدا، أراد أن لا يذر منهم رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا وقتله. وفعلا خرج فرعون وجيشه في إثر بني إسرائيل. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. وصل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل إلى شاطئ بحر، البحر أمامهم. لما أصبح الصباح نظروا خلفهم فإذا هو فرعون يتراءى في الأفق، معه جيشه الذي يبلغ ربما مئات الألوف، جيش جبار. وصل إلى من؟ وصل إلى بني إسرائيل، البحر أمامهم، العدو وراءهم. موسى معه من؟ أخاه هارون. معه من؟ يوشع بن نون. معه من؟ مؤمن آل فرعون. معه الضعفاء والمساكين، معه العجائز والأطفال والشيوخ. معه من موسى عليه السلام؟ لا أحد، ليست له أسلحة، وليس معه جيش جبار، أكثرهم النساء، لأن فرعون كان يقتل الأطفال الذكور. نظر الناس فخافوا، قالوا: ماذا نفعل وهذا البحر أمامنا؟ ماذا نصنع وفرعون قد أدركنا؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سوف ندرك الآن، خلاص انتهى الأمر، قضي علينا، فرعون وصل إلينا. وقد فرح فرعون وقال لجنوده: انظروا، انظروا كيف حبسوا بالبحر، البحر منعهم من الهرب، انظروا البحر كيف يقف معي، البحر حجزهم لنا، الآن سنقتلهم، الآن سنذبحهم. مع موسى عليه السلام من؟ مؤمن آل فرعون، كان على فرس، دخل في البحر بفرسه، رجع فسأل موسى عليه السلام، قال: يا موسى، يا نبي الله، أها هنا وعدك ربك؟ قال: نعم، هنا وعدني ربي. دخل مؤمن آل فرعون مرة ثانية ورجع بفرسه، يسأل من؟
يسأل موسى عليه السلام والبحر أمامه، يقول يا موسى أها هنا وعدك ربك؟ فيقول موسى عليه السلام نعم ها هنا وعدني ربي. أين المخلص؟ أين المهرب؟ فإذا بفرعون يصل ويقترب إليهم، فكاد أن يصل ويقتلهم جميعا وقد استعدوا لذبح بني إسرائيل. هنا أوحى الله عز وجل إلى موسى. موسى كان واثقا بأن النصر سيأتي. لما تزعزع بنو إسرائيل ماذا قال موسى؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين. لا يمكن أن يحصل هذا الذي تقولون، الله عز وجل معي ولن يتركني الرب عز وجل. توكل على الله جل وعلا. هنا أمر الله موسى ماذا تملك؟ عصا، عصا بيدها المعجزات. قال الله عز وجل لموسى اضرب بعصاك البحر، فإذا بموسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه، فإذا البحر ينشق نصفين فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انشق البحر نصفين، كل جزء صار كجبل من الماء. يا الله، الماء لو انحسر صارت الأرض طينا، لكنها لموسى عليه السلام صارت يابسة. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، إنه البحر صار كجبلين وصار بينهما طريق. مشى موسى عليه السلام معه المئات الألوف من بني إسرائيل، النساء والشيوخ والعجائز كلهم يمشون بين البحرين. مشى موسى عليه السلام حتى تجاوز البحر، فإذا بفرعون يصل وراءهم الآن، وصل للبحر والبحر مفتوح. فلما تجاوز موسى أراد أن يضرب بعصاه البحر ليرجع كما كان، قال الله له لا يا موسى اترك البحر رهوا، دعه هكذا، لحكمة أرادها الرب عز وجل. ماذا سيحصل؟ ماذا سيحدث؟ فرعون الآن متردد، أدخل ولا ما أدخل؟ أدخل ولا ما أدخل؟ الناس يقولون له اذهب خلفه يا فرعون، أدركه يا فرعون سيهرب. وإذا بجبريل ينزل على فرس يحث فرس فرعون، يحثها على الدخول، فإذا بفرعون رغما عنه. فرعون كان يشعر أن في الأمر شيء، هو يعلم أنه نبي الله، يعلم أن موسى مرسل من عند ربه. فدخل فرعون في النهاية، دخل إلى أين؟ إلى مصيره الأخير. فلما دخل، دخل جيشه معه في البحر، فلما توسطوا البحر فإذا بالبحر يعود مرة أخرى، وإذا البحر بأمواجه المتلاطمة كله كجبل يسقط مرة أخرى على فرعون. يا الله، يا لهذا المنظر، رجع البحر كما كان، البحر ثار على فرعون وجنوده، البحر جندي من جنود الله عز وجل، الآن يستجيب لله عز وجل، ينحسر لأجل موسى ويتلاطم كالأمواج كالطوفان على فرعون وجنوده. الآن جنوده يغرقون، الآن فرعون يغرق. في هذه اللحظات أراد فرعون وروحه تخرج من الحلقوم، أراد أن يتوب، أراد أن يؤمن. قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا أنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آمنت بإله موسى، بإله بني إسرائيل. وجبريل يضع الطين، طين البحر في فمه. الآن قال الله عز وجل لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن ما تنفعك التوبة. بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا ما مات فرعون، هذا ما يموت، هذا الذي عذبنا سنين طويلة ما يموت. فطفحت جثته، نجى الله عز وجل بدنه، قيل إلى اليوم موجود. فاليوم ننجيك ببدنك، رآه بنو إسرائيل وهو ميت ليتأكدوا أنه مات، أنه هلك، وقضي على فرعون. فنبذناه في اليم وهو مليم، قضي على فرعون وجنوده، نجى بنو إسرائيل بفضل الله عز وجل، ونجى الله موسى ومن معه. ماذا سيفعل بنو إسرائيل الآن؟ ما المصائب التي سترتكبها بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ ماذا سيطلب بنو إسرائيل من موسى الآن بعد أن نجاهم الله عز وجل؟
وما الحوادث والقصص الغريبة التي حصلت لبني إسرائيل في التيه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنه موعد بينه وبين الله. اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه. إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. رجع موسى بيده الألواح، رآهم موسى يعبدون العجلة ويرقصون حوله. إنه رجل اسمه السامري. رأيت جبريل راكبا على فرس، فإذا بالعقوبة تنزل على السامري، عقوبة من عبد العجل أن يقتل. يا موسى لن نؤمن لك. سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها، يضرب بعصاه حجر فينبع منه 12 عينا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أيتها العظام البالية لتكسو كل عظام ما عليها. فناداهم ملك الموت، ظنوا أن الساعة قد قامت. قصص، نور قصص، حكمة وصبر. أسامي سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. قصص، نور قصص. لمن ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. تكلمنا ولازلنا عن قصة موسى عليه السلام. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن الله عز وجل نجاه مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده، وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم في البحر، ورأى بنو إسرائيل ذلك. أول ما تجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدون صنما على شكل عجل، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، للتو نجاكم الله والآن تريدون إلها آخر؟ قال إنكم قوم تجهلون. أي جهل هذا الذي أنتم فيه؟ ذهب موسى عليه السلام وهو في طريقه في صحراء سيناء مع بني إسرائيل، ذهب في ميعاد مع ربه عز وجل ليكلم الله عز وجل. إنه موعد بينه وبين الله، وخلف على قومه على بني إسرائيل هارون عليه السلام أخوه، وكان قد صام شهرا كاملا قيل هو ذي القعدة قبل أن يلقى ربه. ثم أتمها الله عز وجل وقال له صم أيضا 10 أيام، فجاءه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ذهب ليكلم الله عز وجل عند ذلك الجبل، وأعطاه الله عز وجل ألواحا وكتب فيها التوراة، وكلم الله وأعطاه الوصايا والحكم والعبر والأحكام. وبعد أن كلمه الرب عز وجل اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه. كل من سمعت صوته تشتهي أن تراه. قال موسى عليه السلام يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى في الدنيا لن يراني أحد، لكن أهل الإيمان في الجنة يروني. قال ربي اشتهيت النظر إليك. قال يا موسى انظر لهذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم. قال سوف أتجلى شيئا يسيرا لهذا الجبل، إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. فتجلى الله عز وجل شيئا يسيرا للجبل فاحتز الجبل،
ودك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا المنظر صعق، صعق ثم أفاق فقال: سبحانك تبت إليك. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا بالجبل لما تجلى الله عز وجل له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا أول من أسلم وآمن بك يا رب. ثم سأله الرب عز وجل: لما تركت قومك من ورائك يا موسى؟ قال: رب إنهم على إثري واستعجلت وعجلت إليك ربي لترضى. قال: يا موسى قد فتن قومك فارجع إليهم. رجع موسى بيده الألواح إلى قومه ينظر ما الذي حصل، فإذا به يرى بعض قومه يعبدون عجلا من دون الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه السامري خدعهم وضحك عليهم وجمع ذهبهم الذي أخذوه من قوم فرعون وصنع منه عجلا وأمرهم أن يعبدوه من دون الله. وكان هذا العجل يدخل الهواء فيه ويخرج فيظهر صوتا كصوت البقر، فقالوا: هذا رب. حتى قال بعضهم: هذا إله موسى. فنسي موسى ذهب يكلم ربه وربه موجود عندنا. انظروا للجهل والغباء. رآهم موسى يعبدون العجلة ويرقصون حوله ويغنون، فرمى الألواح غضبا. ثم جاء إلى أخيه هارون قال: يا قوم ماذا فعلتم؟ ماذا صنعتم؟ لما فعلتم هذا؟ أعجلتم أمر ربكم؟ فألقى الألواح ومسك بلحية هارون وجرها وقال: يا هارون ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشيت يا موسى أن آمرهم وأنهاهم فيفترق بنو إسرائيل، وربما يحدث شيء بعد هذا تلومني يا موسى. قال: يا قوم لما صنعتم هذا؟ لما فعلتم هذا؟ من الذي خدعكم وجعلكم تعبدون العجل من دون الله؟ فقيل لموسى عليه السلام: إنه رجل. من هو؟ قالوا: إنه رجل اسمه السامري. أين هو؟ فنادوا السامري لموسى عليه السلام، قالوا: تعال يا رجل، إن موسى يريدك. فناداه موسى وكلمه وقال له: لما صنعت هذا يا سامري؟ قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. لما صنعت هذا يا سامري؟ لما فعلت هذا؟ قال: لما أهلك الله عز وجل فرعون رأيت جبريل راكبا على فرس، فأخذت شيئا من آثار فرسه ثم نبثتها على شيء شكلناه على صورة عجل ابن البقر، وكانوا قد أخذوا شيئا من ذهب قوم فرعون أو زار القوم، فصنعنا منه عجلا كالذي رأيناه يعبد من دون الله، ثم نبثت على هذا العجل آثار الرسول وهو جبريل عليه السلام، فإذا به يصدر صوتا، وزعمت للناس أنه إلهكم من دون الله. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فإذا بالعقوبة تنزل على السامري، قال له: يا سامري ستعيش في هذه الدنيا لا تمس أحدا ولا يمسك أحد من الناس. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس،
أما الموعد الحقيقي لعقوبتك يا سامري فهو عند الله، وإن لك موعدا لن تخلفه. وهذا العجل الذي عبد من دون الله الآن سنحرقه ثم نذريه في اليم في البحر لترى آثار صنيعك يا سامري. وانظر إلى إلهك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله، إلهكم ومعبودكم الحقيقي هو الله عز وجل. طرد السامري ومنع أن يمسه أحد أو يمس أحدا، ثم رجع موسى عليه السلام وأخذ الألواح التي ألقاها ثم قال لبني إسرائيل: عقوبة من عبد العجل أن يقتل، أن يذبح. بنو إسرائيل تقتل أنفسها، أي تقتل بني إسرائيل، وكانوا ألوفا الذين عبدوا العجل. قال لهم موسى: يا قوم، إن الله عز وجل يريد منكم أن تتوبوا، وتوبتكم هي الذبح، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأصبح الصباح وبيد الذين لم يعبدوا العجل السيوف، وإذا بهم يحصدون آلاف من البشر في يوم واحد الذين عبدوا العجل. أما البقية الذين رأوا وسكتوا، اختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا، أخذ 70 وكانوا خيار الناس، وكانوا أصلح الناس، وكانوا أعبد الناس. قال: تعالوا معي إلى عندي جبل نعبد الله جل وعلا ونستغفره، عل الله عز وجل أن يتوب علينا. ذهب موسى عليه السلام معهم إلى جبل، وإذا بموسى يغمى عليهم ما يراه الناس، يكلم ربه عز وجل، والسبعين من العباد يستغفرون الله ويدعون الله ويستغيثون به جل وعلا حتى يتوب الله عز وجل عليهم. بعد أن كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم خرج إليهم، إذا بهم يطلبون طلبا آخر. ما قصة بني إسرائيل؟ كل ما تاب الله عز وجل عليهم يعودون فيذنبون ذنبا عظيما وإثما كبيرا. تعرفون ماذا طلبوا الآن؟ 70 عابدا، 70 تقيا يطلبون من ربهم أمرا عجيبا. يطلبون من موسى، يقولون له: يا موسى، لن نؤمن لك إلا بشرط واحد. بعد كل هذا الذي سمعتموه وقرأتموه والآيات البينات التي رأيتموها، ما طلبكم؟ قالوا: نريد أن نرى الله عز وجل، وإلا لن نؤمن به. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فإذا 70 تأخذهم رجفة من الأرض وصاعقة فيهلكون جميعا، هلك 70 كلهم. فدعا الله موسى، دعا الله أن يبعث مرة أخرى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هكذا بنو إسرائيل، من آية إلى أخرى، من معجزة إلى أخرى، من علامة باهرة، ثم بعد هذا يكفرون مرة أخرى. كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل؟ رجع موسى مع 70 رجلا مرة أخرى إلى بني إسرائيل، ومع الآيات التي يستمر بها موسى عليه السلام مع قومه في بني إسرائيل. توجه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قاطعا صحراء سيناء، متوجها إلى بيت المقدس، إلى الأرض المقدسة،
إلى الأرض المباركة. فلما وصل إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل قال لهم: ادخلوا هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لكم ولأهل الإيمان ولأهل التوحيد. كيف رد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وهم على مشارف بيت المقدس؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا تكلم من؟ يوشع بن نون، ومؤمن آل فرعون، ذكر قومهم بالله عز وجل وبتقوى الله وبالسمع والطاعة، فردوا بكل وقاحة على موسى عليه السلام. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. قلة أدب مع موسى. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى خائفا من ربه: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم. حرم الله عليهم بيت المقدس لأربعين سنة حتى يأتي جيل آخر. أربعين سنة يتيهون في الأرض، سيتيهون في صحراء سيناء لا يعرفون كيف الخروج منها. كلما ساروا مسافة أيام رجعوا مرة أخرى إلى نفس المكان، تيح لمدة أربعين سنة، ثم بعد هذا أحلها لهم مرة أخرى. في هذا التيح وفي هذه الصحراء حدثت أمور كثيرة ذكر الله عز وجل بعضها. أنعم الله عليهم مع أنها صحراء بطعام اسمه المن، طعام حلو جميل يصنعون منه خبزهم والسلوى، طير يأتي إليهم في كل وقت بكل سهولة فيأكلون منه ما شاءوا. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بل حتى الماء كان موسى عليه السلام بالعصا يضرب بعصا حجر فينبع منه 12 عينا، لكل سبط من أبناء يعقوب عين مخصص يأكلون ويشربون. مع هذا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جادلوا موسى في كل شيء أربعين سنة، ويصبر عليهم موسى عليه السلام ويتحملهم ويتحمل أذاهم. في يوم من الأيام كان هناك رجل غني في التيه في صحراء سيناء، كان هناك رجل غني وجدوه في الصباح مقتولا، بحثوا عن القاتل فلم يجدوه، ذهبوا إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى ادع ربك يخبرك من الذي قتل هذا الرجل. فدعا الله عز وجل، فجاءهم موسى فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة كانت؟ قالوا: أتتخذنا هزوا، نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة، أهذه سخرية؟ أهذه مزحة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما اقتنعوا جاءوا لموسى عليه السلام قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اذبحوا أي بقرة، لكن جدال وعناد وسؤال بغير داع. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون. شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم. قالوا: ما لونها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذبحوا أي بقرة بهذه الصفات. جاءوا المرة الثالثة قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لم يتشابه البقر عليهم، لكنه العناد، لكنه الكبر. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ما فيها علامة. قالوا: الآن جئت بالحق. وجدوها عند يتيم طلب منهم وزنها ذهبا فأعطوه وذبحوا البقرة. قال: خذوا شيئا من عظامها فاضربوا به هذا الرجل. فضربوا الميت فقام من فوره وأشار إلى قاتله: إنه ابن أخيه.
كذلك يحيي الله الموتى. حوادث كثيرة حصلت في ذلك التيه في 40 سنة حتى اقتربت وفاة موسى عليه السلام. مات قبلها أخوه هارون ثم اقتربت وفاته، فدعا الله عز وجل أن يميته بالقرب من بيت المقدس، وفعلا أماته الله عز وجل رمية بحجر من بيت المقدس ودفن هناك. حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو شئت لأريتكم مكانه على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر في صحراء حمراء، عند الكثيب الأحمر هناك دفن موسى عليه السلام وانتهت صفحة نبي من الأنبياء. في هذا التيه حدثت حادثة لموسى عليه السلام مع رجل اسمه الخضر، سنفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة مع الخضر، وتوفي موسى ودفن عند بني إسرائيل ولم ينتهي التيه بعد. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل أنبياء ورسل، قدر بعضهم عددهم بالألوف، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بل إن الله عز وجل جعل في بني إسرائيل آيات وحوادث غريبة عجيبة. من تلك الحوادث أن قرية من قرى بني إسرائيل كان عددها بالألوف، أنزل الله عز وجل عليهم بلاء الطاعون، نزل عليهم هذا البلاء فبدأ يسقطهم واحدا بعد الآخر، فهرب الكثيرون من هذه القرية. قدر بعضهم عددهم 8,000، وبعضهم قال تجاوزوا 30,000، هربوا من هذه القرية لينجوا من الطاعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تهربوا منها. هرب الآلاف من البشر ونزلوا بواد كبير، فناداهم ملك الموت وقال لهم جميعا موتوا، فماتوا عن بكرة أبيهم، لم يبق الله عز وجل منهم رجلا ولا امرأة، لا صغيرا ولا كبيرا، كلهم ماتوا وظلوا سنوات طويلة على هذه الحال، لا يقرب من هذا الوادي أحد من الناس. ألوف البشر لم يبق منهم إلا العظام التي بليت، ألوف البشر لا تردهم إلا السباع، إلا البهائم، أما البشر فإنهم خافوا أن يقتربوا من هذا الوادي. فبعث الله عز وجل في ذلك الزمان نبيا اسمه حزقيل. هذا النبي جاء إلى هذا الوادي فنظر إلى الأموات، نظر إلى العظام، فقال الله عز وجل لهذا النبي، قال: أتحب أن تراهم أحياء؟ أتحب أن تراهم يرجعوا مرة أخرى؟ قال: نعم يا رب أحب هذا. قال: فنادي فيهم يا حزقيل. فنادى في العظام التي بليت، قال: أيتها العظام، أيتها العظام البالية، لتكسو كل عظام ما عليها. فإذا بالعظام تتجمع، وإذا باللحوم تكسوها، وإذا بالمفاصل، وإذا بالأعصاب، وإذا بالجلد، كل جسم قد اكتمل. ثم ناداهم مرة أخرى نبي الله حزقيل، قال: أيتها الأجساد قومي، فإذا بها تقوم قومة رجل واحد، كل منهم يكبر الله، يسبح الله، يحمد الله عز وجل، ظنوا أن الساعة قد قامت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا. كانوا يفرون من الموت وإذا الموت يلقاهم. سبحان ربي، الله عز وجل يقول: هذا الموت إذا فررت منه فإنه يلقاك. فر الألوف من هذه القرية هربا من مرض وما يدرون أنهم على موعد مع الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس
ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل وعلا يبين أن له فضل على الناس، انظروا كيف أحياهم من موتهم وإذا بهم يعودون مرة أخرى إلى قريتهم، معجزة لهذا النبي وآية من آيات الله عز وجل لهذا النبي ولبني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كثر. في الحلقة القادمة سوف نتكلم بإذن الله عز وجل عن رجل اسمه الخضر. الخضر هل هو نبي؟ هل هو رجل صالح؟ الراجح أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. ما قصة هذا الرجل؟ وماذا أعطاه الله عز وجل من آيات بينات وكرامات ومعجزات؟ هذا الرجل عمل أعمالا في ظاهرها يستغرب الإنسان منها. ما قصة الخضر مع موسى عليه السلام؟ سوف نرجع إلى حياته قليلا ونتكلم عن قصة هذا النبي الخضر والغرائب التي حصلت له مع نبي الله موسى عليه السلام، وإن كنا نقرأها في القرآن إلا أن فيها العبر وفيها الحكم. كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. وكان موسى عليه السلام لا أحد أعلم منه في بني إسرائيل، عاتبه الرب على هذه الإجابة: يا رب أريد أن أرى هذا الرجل، من هذا العبد الذي عنده علم أنا لا أعلمه؟ اذهب عند ملتقى البحرين. موسى عليه السلام يريد أن يتعلم من هذا الرجل. دخل في البحر، رآه يأخذ فأسا ويخرق السفينة. موسى عليه السلام يراقب الخضر، الأمر شديد والمنكر عظيم. هنا لم يتمالك موسى نفسه، تعجب موسى من هذا الرجل. كل ما فعلته من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار ليس من أمري، ففارقني يا خضر، قد انتهت الرحلة بيني وبينك. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.